وقف الاضرار الشامل، ووعد بتحقيق جميع مطالبكم باتصال شخصي، وان شاء الله الامور زينه. وايضا تم التطرق الى موضوع شيلة نزار من اوائل المطالب، وجت من لسانه مدير مكتب الامير. مبروكين. راح نستمر. لا يقول نزار الوزير يا صلاح، الوزير ايش بيصير عليه الوزير؟ بتكون في زياره لرئيس الوزراء وزياره للامير، وبتنطرح على الامور كلها. الكلام اللي قالوها المعاشات 6000، التشهير اللي صار كلها، الاعلام الكلام هذا ما يصير، بس انه ان شاء الله كذا لا يبينون الاخطاء اللي قالها كلها. ما راح ينشال غير محاسبه. الله يسلمك، بينشال بمحاسبه. نعم، اهم شيء مطالبنا اللي عليها الاضراب تحققت، وسوقنا ما راح تمس، وهذا الخبر منكم من رئيس الاتحاد. نعم بيض الله وجيهكم يا نقابتكم. بكره نداوم ولا في نجيني بس؟ انت لا دوام الساعه 7 اتصال مع مجلس الاداره على اساس انه نقوم بعمليه استلام السيارات، واللي له سياره واللي دوام مثل متاخر او شيء ما راح يكون، راح اكلمه شخصيا الصبح نخلص الموضوع.